يبدو أنها يبدو أنه مدينة فاس استرجعت السيد دريس كان واضح، قال لنا في واحد دقائق قال لنا راه كانوا الناس مدورين وجههم لنا دابا ولاو كأنهم كيقولوا فينكم، فهمتيني ولا؟ إذن هذه فاس قد بدأت وماشي عيب، هذه هكذا كانت الأمور عبر التاريخ. خصنا دابا حنايا الإخوان في مختلف المدن في مختلف الجهات، بالخصوص الجهات اللي كاين جهات فيها حيوية زائدة على الجهات الأخرى، تاخذ المبادرة وتحرك. دابا قناعتي بسيطة جدا أنه هذه المرحلة هذه المقبلة الإخوان هذه القضية ديال نقوم نطلوا الفوق، زعما دائما خصها تكون، لأنه لابد الإنسان يعرف شنو كاين في الدنيا، نتيرا العالم يتبدل ويتغير. وأنا اليوم يعني سمعت الواحد الشريط فظيع يعني على العالم كيفاش تيتبدل ويتغير، الولايات المتحدة والصين الشعبية وفين رحنا غاديين الله وحده يعلم، فهمتيني ولا لا؟ فلا بد حتى حنا نبقاو لانه انت كيف قلت لكم الى انتصرت الولايات المتحده واللوطن في هذه المعركه ديال هذا مع روسيا ومع الصين، لان مع روسيا راه في شكل ومع الصين راه في شكل، وربما حتى مع الهند راه غادي العالم يتغير. ودابا حنا تابعين، دابا حنا تابعين الغرب، حنا كنعيشوا الهيمنه ديال الغرب، ديال الغرب شقيه الاوروبي والامريكي بالخصوص، غادي نكونوا مضطرين ربما نزيدوا نحنوا الراس اكثر، ولا انتصروا الاخرين غادي نكونوا امام مستقبل مجهول، ما عرفناش كيفاش غادي يكون هذا المستقبل الا انتصرت الصين الشعبيه وانتصرت روسيا الى اخره وربما الهند الى اخره، ولا اتفقوا كذلك غيكون عاوتاني وضع اخر، راه ما كاين حتى شي حاجه اللي غادي تبقى. فاذا حنا ما يمكن ليناش نكونوا بحال قلت لكم قبيله فار ديال السويرتي كيعرف غير ذاك الغويرات، راه خصو كذلك مره يطل الفوق يشوف شنو واقع في العالم الى اخره. اون برينسيب لو كان كانت هذه الامه ديالنا يعني بعقلها، هذا الوقت ديال ان نضع اليد في اليد حقيقه، ماشي نبقاو يعني كنتنابشوا بحال اللي كيوقع دابا يعني مع الاسف بيننا وبين اخواننا في الجزائر مع الاسف الشديد. فاذا ولكن وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.